خدميا تجولت كاميرا رشيد في منطقة الشهلة شمال بغداد والتقت عددا من المواطنين الذين عبروا عن سخطهم الشديد من سوء الخدمات المقدمة لهم فضلا عن قلة الحركة التجارية. السوق هاي انت تقيمها بنفسك والشارع العراقي يقيمها. الشارع العراقي يقيمها. نعم اكو مقابل يم العلوة هنا وبالشارع نهاية الشالة. صراحة يعني سوق مزعم. كثافة موجودة، المحلات كثرت على الشارع. نطلب من الجهات المعنية نعم ان شوية بعد هاي السوق لي ورا، صراحة يعني احنا نخاف عليهم من تفخيخ، نخاف من عليهم من شغلات. حاطينهم صبات يعني حماية لهم. متجاوزيها متجاوزيها. نعم متجاوزيها. متجاوزيها. ما تقدر. المنطقة ما سولفت وياهم؟ ما تقدر تسولف وياهم، هم كلهم ولد المناطق تقريبا. ما نقدر نتجاوزهم. حجة هي مو مال خوف ولا فد شيء، احنا اليوم هاي يسموها قطعة رزق، احنا ما نقدر نقطع رزق. احنا كلنا متجاوزين. حتى جاب العراق متجاوز. زين. اي جاي اقول لك الا يكونوا يعطونا راتب غير يعطونا راتب وظيفة حتى مثلا نتجه لها. الا احنا لا عندنا لا راتب لا وظيفة لا هاي. ها وين نروح يعني؟ انت صير بمكاني. يعني مكان اذا وفروا لكم مكان هسه جو البلدية وتبقى وياكم. ما يصير واضح سوق على الشارع. يعني لو يخلونا وين ما كان احنا نرجع الشارع. الله شاهد ما نقدر يعني. والله يا شعلة اشوفه. اشوفه والله قدامك. اشوفه يعني اشوفه. يعني ها بالمطر هاي طوف زبالة يصير ومي. يعني السيارة قوة تمشي. والبلدية عود ما غير يكون يجون يسحبون المي ماكو. والله يا الخبيز طالع بالعرك. يوميا مهددين يوميا يتجاوزون تعالوا شيلوا يابا وين نروح شوفوا حالكم زين غير توفر لنا الدولة شيء على مود احنا نعوف هذا الشيء مو صحيح انت هسه جوك البلدية اجون البلدية يقول لك شيء هي اشيل بس غير يوفر لي شيء هم يشيلونا ويرحون نرجع المكانات منين تجيب 500 هذا هسه يشتغل بالبسطية يطلع لي يومي 10000 ما يطلع 10000 هو مطلوب علي مو شو تسوي زين كله هسه احنا نشتري الطحين ونشتري الشكر ونشتري التايت ونشتري الصابونه ونشتري الشاي هاي كلها شراي قبل احنا قبل كان كله ببلاش حصه كانت شهر بشهر هسه تجيب لك بطل زيت يريد منك مال بحصه كامل يجيب لك الشكرات يريد منك حصه كامل ويجيبهن وحده وحده ما يجيبهن كلهن سوى الوكيل على المود كل ساعه رايح وكل ساعه دافع فلوس وما تدري ايش دفعت وايش ظل